من قرأ سورة الكهف في كل جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه البيهقي. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله تعالى من الدجال. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لأصحابه الدجال فخفض فيه ورفع، وذكر لهم فتنته، وذكر أنه ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه. ثم قال في حديث آخر مبينا حال من اضطر إلى لقاء الدجال، قال: فمن لقيه منكم فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف، أو قال أواخر سورة الكهف. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في كل جمعة؟ لما لم يجعل قراءة سورة غيرها مما جاء في فضلها أحاديث أكثر؟ ما هي الأعاجيب التي جاءت في هذه السورة؟ ما هي القصص التي لا بد أن نكررها في كل جمعة، أن نكررها حتى تلتمس قلوبنا العبر والعظات منها؟ من أعظم ما في هذه السورة ما ذكره البخاري ومسلم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في مكة ثم جعلت قريش تحاربه من كل جهة، وصار صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أصحابه معذبين من كل جانب، فأقبل إليه ومن خباب رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبشره ببشائر عن نصرة الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذه السورة هي التي نزلت بسبب ما فعله المشركون بعد ذلك، لما رأى المشركون ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات أصحابه جعلوا يفكرون في السبيل الذي يحاربون به الدعوة، فحربهم على الدعوة من خلال تعذيب الصحابة لم ينفع، فاجتمعوا ثم أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أرسلوهما إلى أهل الكتاب في المدينة، وذلك قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وقالوا: اسألوا أهل الكتاب عنه، هل هو رجل متنبئ يكذب علينا يتقول، أم أنه رجل صادق؟ فلما وصل هذان الرجلان وكان من كبار قريش، وصل إلى اليهود، وكان اليهود هم أهل كتاب وعندهم من العلم ما ليس عند العرب الذين كانوا في مكة، فقال لهم اليهود: اسألوا هذا الرجل 3 مسائل لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم عنها فهو متقول، فانظروا فيه رأيكم. قال النضر: ما هن؟ فقالوا: سلوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما نبأه، وسلوه عن الروح ما الروح. فرجع النضر بن الحارث وصاحبه حتى دخل إلى مكة وهما يريان أنهما قد جاء بحل مشكلة عويصة بين قريش وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الناس، فقال له: إنا سنسألك 3 مسائل، فإن أجبت عنها أيقنا أنك نبي، وإن لم تجب عنها نظرنا فيك شأننا. قال عليه الصلاة والسلام: ما الخبر؟ سلوا. فقالوا: أخبرنا عن فتنة خرجوا، عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، وأخبرنا عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما نبأه، وأخبرنا عن الروح ما الروح. فمن شدة فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: آتوني من غد، إيتوني من غد وتجدون الجواب. ونسي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، جزم ولم يقل إن شاء الله. فلما كان من الغد لم ينزل عليه جبريل بخبرهم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يتقول على الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يخرج من فمه المبارك عليه الصلاة والسلام إلا الوحي الذي يوحي الله تعالى به إليه. فلما لم يجئ إليه جواب وقد وعدهم قال لهم: إيتوني من غد الذي بعده، فجاءوه بعده. فلبث عليه الصلاة والسلام 15 ليلة وهو في كل يوم يقول إيتوني من غد،
حتى شككت قريش وقالت هذا رجل متقول، وصاروا يمرون به ويقولون أما جاءك شيطانك، لقد غاب عنه شيطانه، حتى أنزل الله تعالى سورة الكهف، وذكر الله تعالى فيها خبر أصحاب الكهف، وذكر الله جل وعلا فيها خبر ذي القرنين الرجل الطواف، وقال الله تعالى في سورة أخرى خبر الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم نبه الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتعالوا نقف اليوم